بافتتاح رائع بحضور مجموعة كبيرة من أهلنا وأصدقائنا والشخصيات الفلسطينية في بيت المقدس. واليوم تكتمل هذه الفعاليات في هذه الأمسية الشعرية لاثنين من شعراء القدس الذين لهما بصمة في سماء القدس. الشاعر الأول الأستاذ محمد فوز البكري، شاعر المدينة الذي لقبه البعض بأنه شاعر القدس القديمة وحزينها ومهرها الحرون. والشاعر الثاني الأستاذ إبراهيم أبو الهوى، الشاعر الذي ولد في إطلالة على بيت المقدس ولا زال ينبض قلبه بحبها وحب أهلها. ندعو الأستاذ محمد فوز البكري والأستاذ إبراهيم أبو الهوى للتفضل إلى هنا لبداية نبدأ مع الأستاذ محمد فوز البكري أبو الإسلام ونعطي لمحة بسيطة عن الأستاذ ونقول برز اهتمام الشاعر بالقدس بصفة أصيلة وليس لحاقا بموجة الإعلام السياسي المنظم، وقد تلاحم الشاعر مع مكانه الوحيد في هذا العالم، كان مرتبطا دائما ولا يزال، فهو لا يزال يقبع في حضنها العتيق المجرد، لا يمرح أزقتها، معابرها، أماكنها العتيقة. جرت القدس على لسانه وخطها قلم في متن القصائد أو عناوينها فيقول: ماذا في بيت المقدس غير الألم وغير الفقر وغير الجوع؟ يعتبر صاحب موقف سياسي ناقض بلا حدود لكل المتخاذلين المتاجرين بالقدس والقضية الفلسطينية، فيقول في قصيدة: هل يسقط بيت المقدس؟ عاصمة العباسيين على بعد قبل قليل كان مفاعلها ينهار، عاصمة الأمويين مدافعها تنسحب إلى الخلف وأقطاب الحرب تولي الأدبار. هذا شاعرنا الذي منح حياته للقدس وفداها بكل كلمة صادقة من مشاعر جياشة، نكون معه اليوم في هذه القصيدة، فليتفضل مشكورا. شكرا على التقديم الرائع ومساء الخير عليكم جميعا. اولا قبل الشعر الحقيقه لابد من كلمه، والمشهد الحقيقه يعني بيخلي الكلام ينبع نبع ما بيعرف الواحد منين يبدا. هناك بدايات كثيره، هناك احزان كثيره، هناك امال كثيره، مش عارف منين بدي احكي. ولكن بعد ما شكرت الاخ على التقديم الرائع، كمان بدي اشكر الشباب الرائعين اللي اشرفوا على تنظيم هذا، خليني اسميه المهرجان، اللي في النهايه هو تحت عنوان لكي لا ننسى. رائع جدا انه شباب ما ينسوش وطنهم، ما ينسوش ترابهم الطاهر. حلو جدا انه كلهم، كل الشباب اللي نظموا عمليا ولدوا في القدس لم يولدوا في قالونيا، ومع ذلك طلعوا من قالونيا، ولكن قالونيا ما طلعت منهم. هذا هو معنى لكي لا ننسى، هذا هو معنى الانتماء للوطن، هذا هو معنى الالتزام بالعوده الى هذا التراب الطاهر. الحقيقة ما بعرف كتير يعني ناس بتحضر الندوات الشعرية، ومع ذلك أنا كتير يعني بحكي في جلسات الخاصة وفي الندوات بأنه مش بالضرورة الإنسان يكون شاعر، أبدا مش بالضرورة يكون شاعر، بس ضروري جدا أنه يكون ذواق للشعر، يتذوق الشعر. الشعر هو بلبل الكلام، بلبل القاموس، هو عندليب
عن نجيب الروح هو لحظة من لحظات الطوح الإنساني اللي يضع الشاعر فيها شحنته العاطفية ويبوح بها ويقبلها. طبعا أعظم ما في هذا الطوح إن يكون صادق، إنك تقول اللي جواك، أن تكون شاعرا لذاتك ولست شاعرا بوقا لأحد، لأن الشاعر إذا كان بوق فهو عمليا بالشاعر هو عمليا موظف أو مرتزق. على أي حال قالوا لي جزء من القدس، أنا كتبت كثيرا من القدس وسأسمعكم ثلاث قصائد للقدس صدروا في كراس بعنوان شدي حيلك يا بلد، قصيدتين بالفصحى وقصيدة باللهجة المحكية أو اللهجة الدارجية. ربما تقولوا طيب ليه القدس؟ بكل بساطة لأنه أولا قالونيا جزء من القدس، قالونيا لا تزال هذه القرية الوادعة الرائعة لا تزال قاعدة في حضن القدس، في حضن القدس محتضنة القدس، جزء عمليا لا تزال من القدس. ثم إنه لابد من العودة إلى قالونيا، وهناك شباب مصممين ومع ذلك هم في القدس وعشق القدس، ولابد من يعني زي ما بقولوا اللي بيشرب من مية النيل مش ممكن إلا يرجع لنا ويشتاق لها، واللي بينه من القدس أو بيعيش من القدس مش ممكن ينساها. سؤلت كتير اشمعنى القدس؟ ليش القدس؟ لأن القدس بكل بساطة هي الجغرافيا الوحيدة اللي احنا عشناها. لما بدك تعرف وين طوكيو بتفتح الأطلس وبتطلع على الخارطة، لما بدك تعرف وين كندا بتفتح الأطلس وبتطلع على الخارطة، لما بدك تعرف وين بوركينا فاسو بتفتح الأطلس وبتطلع على الخارطة، بس لما بدك تعرف وين القدس بتطلع على جلدك، القدس على جلودك. هاي هي الجغرافيا، هاي المكان الوحيد اللي احتضن، اللي كانت مهدنا فيها وولدنا، واللي احتضن كانت ملعب سبانا وكانت مرتع وولدنا، وهي في النهاية ملجأ شيخوختنا، وإن شاء الله راح تكون لحنا. وإلنا الفخر وإلنا الشرف إنه نموت وندفن في ترابها الطاهر. أرجو سألكي أول قصيدة إن شاء الله بكون دمي خفيف عليكم، وسلفا أشكركم على حسن الإصرار وحسن الاستماع. هاي القصيدة بعنوان قناديل على السور الحزين، صدر لي ديوان حمل نفس العنوان قناديل على السور الحزين، وكتبت شكر للي أسهموا في إخراج الديوان، وقلت شكرا للي اللي ساهموا في إخراج هذا الديوان. عادة بيكتبوا إخراج هذا الديوان أو إخراج هذا الكتاب إلى النور، فأنا كتبت شكرا لهدول اللي ساهموا في إخراج هذا الديوان إلى الظلام، لأنه قناديل وسور القدس عملية غارق في الظلام، في الظلام المجازي، مع إنها تطلع الشمس عليها. بس مرات بتهيألي من كتر ما هالأمة ضعيفة الشمس تطلع علينا صادقة. على أي حال سيأتي يوم إن شاء الله تشرق شمس القدس ومطفئة القناديل إذا يكون الشمس نورت. ضرورة يا أنبياء الفقر والصمود في البلدة القديمة، يا أصدق الزنود في الصبر والنضال والعزيمة. تحية تحية الشريان للوريد من كل عاشق شهيد، من كل راسف في القيد والحديد، يا أطهر النساء والأطفال، يا زينة الرجال، يا أروع الأمثال،
في شرقنا الجريح يا شامة وطاقة في وجهة المسيح. تحية لكم فإنكم واسطة القلالة، بقية البقية من فتية الريادة، شداد في جنوبكم وفي قلوبكم عبادة، صمودكم هو الحقيقة الوحيدة التي تجيء بعد الله في الجلالة. لا تطلب الغياث من فخامة الرئيس أو من صاحب الضلالة. ساستهم قادتهم ملوكهم حثالة، سلالة من الطغاة خلفت سلالة. فأنتم التاريخ والإنسان، وأنتم الزمان والمكان، أنتم الأصالة، وأنتم المفتاح والمتراس، وأنتم المداد والقرطاس، أنتم الرسالة، لأنكم رفضتم المسير في جنازة الكرامة، لأنكم على رؤوسكم حملتم الأقصى، وفي رؤوسكم وضعتم القيامة، لأنكم عشقتم السلام، لأنكم زرعتم الزيتون في أجنحة الحمام، تعرضت صدوركم لمدفع الحاخام. يا أنبياء الفقر والصمود في قدسنا القديمة. بس ده عن مداخلة صغيرة. الناس كتير بتقول شو الوطن؟ يعني بقول أنا ماذا أعتقد إنه الوطن؟ الناس بيعتقدوا الوطن تلاقي معلي خارطة فلسطين هون إنه هاي الخارطة هي الوطن. لا، مش هاي الوطن. تسمع شو الوطن؟ يا أنبياء الفقر والصمود في قدسنا القديمة، لو تعلمون أن قطعة من الزجاج مكسورة على بلاطة في صحن صخرة المعراج هي الوطن. لو تعلمون أن حش عندليب فوق مئذنة تهالكت فراخه من ذبحة الصفير في ليل زمهرير هو الوطن. لو تعلمون أن ضحى النقوش وآلهة الأذان في بلدة مقطوعة الآذان هما الوطن. لو تعلمون أن شمعة باكية سقيمة تضيئها راهبة في الجمعة اليتيمة هي الوطن. لو تعلمون أن ثروة مقبولة الجذور والجذوع والكمم شاهدة على تراجع التاريخ في الحرم هي الوطن. لو تعلمون أن أمة النعناع تدافع في بوابة العموم لا تباع هي الوطن. لو تعلمون أن نقمة مهموسة بزعتر وزيت وقصبة صغيرة في سوق خان الزيت هي الوطن. لو تعلمون أن طفلة جائعة في عقبة السرايا تلمع المرايا لزفة الشباب والصبايا هي الوطن. لو تعلمون أن عاشق الإنسان مطهر الفؤاد منحف الوجدان هو الوطن. لو تعلمون أنكم يا أنبياء الفقر والصمود في البلدة القديمة أنتم الوطن، لو تعلمون فإنكم ستبعثون ألف ألف قبلة وزنبقة لمن يجوع
ويرفض الرجوع وحديه ومشنقه لمن يهون او يخون او يهين. وأضيف أو أعلق إن سمح لي أستاذي أن كل من يصمد في هذه الأرض المباركة الطيبة هو مشنقة للعداة والمغتصبين وللخونة والمتخاذلين، وما نحن إلا إحدى خيوط هذه المشنقة إن شاء الله. شاعرنا إبراهيم أبو الهوى ولد الشاعر في حي الطور جبل الزيتون، كان ذلك في الرابع من حزيران عام 1960. تلقى علومه الابتدائية والإعدادية في مدارس الطور، لينتقل بعدها إلى مدرسة الرشيدية والكلية الإبراهيمية في القدس ليتلقى تعليمه الثانوي. حالت الظروف الاقتصادية الصعبة دون تمكن شاعرنا من إكمال دراسته العليا. نشط شاعرنا في المجال الرياضي ليحصل على المرتبة الأولى في بطولة فلسطين لرفع الأثقال في عدة مناسبات، وكان ممن ساهم بشكل كبير في قيادة نادي جبل الزيتون الرياضي من خلال عضويته في الهيئة الإدارية للنادي مدة 10 سنوات. بسبب الوحي الثورية فقد تمت ملاحقته من قبل سلطات الاحتلال في المدينة ليتم اعتقاله عدة مرات أثناء انتفاضة الحجارة. لشاعرنا مشاركات شعرية عديدة، حيث يعتبر من الشعراء الرئيسيين في الصفحات الأدبية في الصحف الفلسطينية المحلية. شاعرنا يعد نفسه أحد العصاميين في القدس، أحد المحبين لها الذين يحيون من أجلها ومن أجل أهلها. لشاعرنا ديوانان من الشعر، أولهما أنت حبيبتي والقدس مدينتي، والثاني الحب والفداء. والشاعر في صدد إصدار ديوانه الثالث علّه يرى النور قريبا. ومما قاله الشاعر في قصائده قصيدة القدس مخاض الشهداء: أقسمت بربي وسمائي للقدس عهودي ووفائي، القدس غديري وعبيري، القدس وردي وسنائي، القدس ربيعي وخريفي، القدس غيومي وشتائي. والآن مع الأستاذ إبراهيم أبو الهوى في هذه القصيدة. في شكرا أخ راس، شكرا للحضور الأخوة والأخوات، وأرجو أن تكونوا القائمين على هذا الإحياء لذكرى النكبة. قد وفقتم بدعوتي ودعوة أخي وزميلي أبو إسلام، وإن شاء الله سأرجو أن تنال قصائدنا إعجابكم. لن أضيف كثيرا على ما قاله أخي أبو إسلام، لأنني لن أقول أفضل مما قال. أنا أريد، لأننا كل يوم في نكبة، إحنا يا إخوان، إحنا مش في نكبة 48، هي نكبتنا إحنا، كل يوم في عنا نكبة. وبدي القصيدة اللي بدأ فيها أخونا فراس بدي أخليها رقم 2 أو 3. بدي أبدأ بقصيدة عنوانها ذكرى النكبة المشؤومة. آه من يوم الخامس وبعيد العاشر من أيار في العام 48، شاءت أطماع الأشرار أن يزرع في قلب الأمة شوك ولهيب من نار يوم التقسيم الجاري، يوم اغتصبوا وجداني سلبوا وطني عنواني من ماء الشاطئ للأغوار. وتشرد جن أهالينا هاموا قهوا في الأقطار، لا تلطم خدك يا ولدي لا يرجى خير من غدار، واكتب شعرا عن بلدي
واشكو دوما للقهار. النكبة ذكرى مشؤومة، والخائن يشرب كأس العار، وحقوق الناس المظلومة حق عائد مهما صار. قالوا في الماضي الغابر الصبر دواء للأحرار، الناس جميعا قد قالوا للثائر ألف خيار، الناس جميعا قد قالوا للقائد دوما ألف خيار. كم من عقد سنفاوض، كم من رأي سنعارض، ونطيل طريقك يا مشوار. كل القمم العربية ومجالس أمن دولية لم تأخذ ضد الباب قرار. النكبة ذكرى باقية، وبطون الأسرى خاوية، ودموع الثكلى كالأمطار. الشرخ القائم أرهقنا، والفكر التائه أتعبنا، وخلاف الخزرج في الأنصار. الناس بغزة صارخة تتضرر جوعا تحت حصار. القدس تصيح معالمها وتهمل قصرا خلف جدار. بالضفة لا أحد يدري، فالصمت المطبق يخنقها، وصهيل خيول دون غبار، وعلوج تسرق ثروتها، والخلع الجائر للأشجار. والفاسد فيها قد أصبح يروي تاريخ الثوار. لا تضم خدك يا ولدي، فالصخر الثابت لا يخشى من ريح هبت أو إعصار.